واحده من الفيري امبورتنت ميكانيكال هازاردز هي الاوفر بالانس. اوفر بالانس معناها ان هو يتيب اوفر، تيب اوفر معناها هو ينقلب. يعني بيسكلي يعني لو عندنا مثلا تيبل مثلا زي كده، تيبل دي محطوط عليها مجموعه من الاجهزه، وممكن يبقى محطوط عليها مثلا في عندنا هنا يعني كيس بتاع سوائل مثلا عشان يتحط للمريض، وممكن يبقى محطوط مثلا عليها كمان هنا انفيوجن بامب وات ايفر، يعني محطوط عليها مجموعه من الاجهزه. لو التيبل دي مش متصممه بشكل سليم هيحصل ان احنا زي ما احنا حاطين حاجه عاليه قوي كده، ممكن حركه بسيطه ممكن تخلي دي التيب اوفر تقع مثلا بكل الحاجات اللي موجوده عليها. ممكن تاثر على الاجهزه اللي موجوده، ممكن تاثر على مثلا السوائل اللي محطوطه للمريض، ممكن ان هي تسبب ان يبقى مثلا انفصال مثلا للخرطوم اللي هو جاي من هنا دوت، اللي هو جاي بالفلويد دوت، فيحصل مشكله ان هو يعني بيسك الحاجه اللي انا بوصلها للبيشن ممكن يبقى فيها هواء، ممكن يحصل مشاكل كتير. فنلاقي ان احنا الحقيقه الديزاين بتاع حاجه زي كده الحقيقه بيتعامل بحيث ان هو يمنع حاجه زي كده. يعني مثلا في الديزاين بتاع التيبل دي محطوط هنا مثلا الويل ديت اكبر شويه من الويل دي، يعني بحيث ان احنا لما نيجي نحاول نتيبت اوفر دي بتعمل لنا شويه بالانس، يعني بتعمل بالانس غير لما تكون الاثنين نفس السايز. اوكي، دي بنسميها كاسترز باي ذا واي، يعني الحاجات اللي هي العجل الكبير اللي موجود عندنا في الاجهزه الطبيه بنسميه كاسترز، غير الويلز اللي هي الصغيره العاديه. ففي عندنا مجموعه من البريكوشنز او مجموعه من الجايد لاينز موجوده في الستاندرد بتقول لنا ان احنا يعني ايه اللي ممكن ان احنا نعمله علشان نحاول نقلل البوسيبيليتي بتاع الاوفر بالانس. فعلى سبيل المثال في الترانسبورت عاده لما نيجي ننقل مثلا جهاز بنحطه على حاجه ممكن تبقى يعني عباره عن بلين كده انكلايند ات ان انجل. اوكي، في اثناء النقل دوت لو حصل ان الجهاز نفسه مجرد بس ان احنا عملنا له يعني حطيناه على بلين انكلايند بس بانجل صغيره حصل له اوفر بالانس، بتبقى حاجه خطيره جدا. فبيسكلي الستاندرد بيقول لنا ان كل الاجهزه الكبيره اللي بتتنقل عن طريق ان احنا نحطها على بلين بيبقى انكلايند ات ان انجل لازم ان احنا يعني تقدر تتحمل 10 ديجريز انكلاينيشن انجل من غير ما يحصل لها تيب اوفر. يعني معنى كده لو في عندنا جهاز مثلا محطوط مثلا على جهاز مثلا زي مثلا اكس راي جنريتور مثلا فرضا، المفروض ان احنا نعمل له تيبنج اوفر او نعمل له مثلا انكلينيشن بانجل 10 ديجريز، لو حصل ان هو عمل تيب اوفر او حصل ان هو انقلب يعني يبقى معنى كده الجهاز ده ما حققش المواصفه دي. بنتكلم على الاجهزه العاديه، اي جهاز بقى عادي المفروض ان هو برده ما يحصلوش اوفر بالانس ات ان انجل اوف 5 ديجريز، يعني في الحالات العاديه ان هو موجود في مكانه مثلا ومجرد بس شخص كده خبطه خبطه بسيطه مثلا اتحرك حركه بسيطه كده يعني. يعني المفروض الستاندرد ان هو ات ان انجل اوف 5 ديجريز ما يبقاش فيه مشكله ان هو يحصل له تيب اوفر. لو بنتكلم على الهوريزونتال وفيرتيكال فورسز يعني المفروض برده نفس الكلام، المفروض ان انا لو في عندي جهاز يعني ممكن يبقى فيه خطوره ان يحصل له اوفر بالانس، المفروض ان الفيرتيكال والهوريزونتال فورسز وتحية تبقى موجوده لكل سايز من الاجهزه، بيبقى فيه عندنا ستاندرد للفورسز اللي احنا بنتكلم عليها. لما بنعملها بوشنج او لما حد مثلا بيلين اوفر يعني اكنه بيتكئ عليها او وات ايفر، المفروض ان هي ما يحصلهاش اوفر بالانس، فالمفروض انها تبقى متصممه بحيث ان هي تبقى القاعده بتاعتها تبقى يعني ستيبل كفايه بحيث ان هي تتحمل الحاجات البسيطه اللي زي كده. لو بنتكلم برضو على الكاسترز والويلز، كاسترز اللي هي العجل الكبير ده، الويلز هي العجل الصغير الاصغر ده. الحقيقه بنتكلم على ان يعني الكاسترز والويلز shall not result in risk when the mobile device is moved or parked. يعني ما ينفعش مثلا يحصل ان في حركه معينه كده يكون مثلا الانجل بتاعت العجل او الكاسترز او وات ايفر تبقى عند حد معين كده نلاقي ان حصل تيب اوفر. ما ينفعش، لازم تبقى محطوطه بشكل ان يمنع تماما في اي وضع الاوضاع الويلز او الكاسترز ان يحصل تيب اوفر باي حال من الاحوال. لما نكون بنموف ات ما يحصلش ابدا ان يحصل ان في وضع معين للحاجات دي ان هو يعني الجهاز نفسه يحصل له اوفر بالانس. برضه واحده من الحاجات المهمه الحقيقه الاجهزه اللي above 45 كيلو جرامز في الوزن لازم تبقى عندها القدره انها نقدر نحركها اوفر ثريشولد. ثريشولد معناها عتبه، يعني عندنا مثلا حاجه بارتفاع 2 سنتي يعني 20 مليمتر. اوكي، لازم الجهاز ده يقدر يعدي العتبه دي ما يبقاش عنده مشكله فيها، وبعد ما يعديها ما يبقاش في اي خطوره على او اي performance damage او اي performance يعني deterioration او اي physical damage يحصل للجهاز.